تعالوا بقى مع بعض نشوف اول وصفه النهارده هنعمل ايه. هنعمل جمبري مقلي بصوص الطحينه والساور كريم. هنبقى محتاجين مشروم متقطع مكعبات وفلفل احمر كمان وزبده مع بصل اخضر متقطع صغنن جدا، ليمون، ثوم مفروم، خل عنب، كمون، طحينه، جمبري، ساور كريم. ان انا هتبل الجمبري لمده دقيقه مثلا، انا بس هحط له الصوص ده، خل عنب مع كمون مع ليمون، ثوم مفروم، فلفل اسود، ما حطيتش ملح عشان الخل والليمون اصلا بيبقوا حادقين. خلاص هنحط كده الجمبري. عقبال بقى ما يتبل تعالوا مع بعض نشوف الصوص اللي هنعمل بيه الجمبري عباره عن ايه. عباره عن، نحط ده كده، هنجيب الطحينه، هنحط طحينه واحط معاها كمون وليمون. ونقلب، فلفل اسود، بس هسيبها كده بقى ايه تتشوح شوية. هجيب بقى بولة كده هحط فيها الدقيق، هحط له كده حبة كمون مع ملح وفلفل اسود، ممكن نحط له بابريكا، يعني ممكن نتبل الدقيق باي حاجه احنا بنحبها. وابتدي احط الجمبري فيه. فص توميه تاني مفرومه والساور كريم كده، معاها نقطه ليمونه واحده، نقطه كده، نقطه عصير ليمون. قبل بقى ما تغلي احط الطحينه، اقلبها كده بقى كويس قوي بس، وهسيبها لحد ما تغلي. شويه صغننين قوي من الميه المغليه، ويحدوقهم عشان عايزاه الصوص يبقى خفيف شويه ما يبقاش تقيل قوي.